الفندق كان جديد مفتوح، نعم واني شاهدت فت مره انا قاعد اتعشى حوالي ساعه 8 مساء بالفندق، الفندق يكاد يكون خالي، انه جو اثنين من سيمائهم عرفت انه عراقيين، وقعدوا على مسافه كم طاوله مني، ولاحظت انه واحد منهم يعني يعرج، والاخر يعني وسيم ويعني لابس ملابس جيده، وبداوا يتعشون لكن يباعون علي. بنظرات مريبة. اثناء انا يعني قلت يمكن لانه انا عراقي ويعني وحدي مرتبة أصلاً ما جاء ما ناب ما مو انتبهت. مو كثير مو كثير. خلصت العشاء ورحت، هذا بأي يوم؟ ورا يوم الثاني الثالث هذا ورا 9 ايام من وجودي في الكويت. في الكويت. اي نعم، رحت اخذت المصعد ولا الطابق الرابع بعد العشاء بعد العشاء. هم قاموا لا ويبقوا، لا لا زين، ما صار حديث بيناتكم بس بالعيون ابدا، لا لا هيك يعني. عادي. ايه مولانا، انا نزلت بدي اروح الى غرفتي واذا سمعت صوت اخفاف رجل وقع على أقدام. اي ما هو تدي مفروش بالزوالي، فالتفتت شفت ذول الاثنين اللي كانوا امامي، وطلع انه هذا اللي يعرج سليم كل شيء ما بيه يعني دا يتنكر، راسا هجموا علي وفتحوا باب وذبوني بهاي. صاحوا صاحوا باسمك لو راس الهجمة اي عليك اي لا اول مره اساسا. شلون التفت الثاني واحد منهم قال استاذ عطا، حتى يتأكدون أنت لا المقصود. يتأكد استاذ عطا، فمن التفتت اجمعوا علي ودفعوني الى غرفه، وكان بها عدد من انصارهم يعني، وحطوا لي كلوروفورم. فانت ما صحت ما استنجدت؟ استنجدت الى الان اتذكر صحت، وما ادري ليش صحتها بالانجليزي هيلب هيلب، باعتبار انه يمكن الخدم مال الفندق اجانب وهو كان جديد مفتوح ما حد سمع. المهم انغلقت الباب وخدروني وحطوني على السرير. خدروكم مادة مخدرة؟ اي يعني كلوروفورم فد نوع يمكن من النوع المركز، يعني ما فقدت وعي ما فقدت بس وعي، استرخيت. استرخيت ونايم انا على شعرت السرير، بالارتياح. وهم بدأوا يسوون تلفونات انا دا اسمع مني مراسي، كنت تلفون مال الغرفة، ودا يقولوا له انه انتهى الموضوع دا ننتظر السيارة. زين ورا حوالي ربع ساعة قادوني، انا كنت يعني فايق يعني مو مخدر، وانطوني حذائي، امسك حذائك بيدك، ونزلنا يعني ما لبست حذائك. انطوني اياه بيدي وقادوني، ونزلنا مو بالمصعد، مو بالدرج. تدري اكو سلالم الطابق الرابع، احنا الى ان رحنا الى شفت سياره ليموزين سوداء، ولاحظت يعني دا اشوفها احنا من ورا اكو يعني رقم دبلوماسي مال السفاره العراقيه. صعدت بهاي السياره شفت الاشخاص اللي كانوا ماكو، كان هذول لما ذبوني بالسياره، وهذا الاعرج طلع يعني سليم، ولما دا يحط الكلوروفورم على وجهي أنا عضيته عضيته بشكل شديد، بحيث يعني يظهر إصبعه كاد يعني ينفصل، فالظاهر هم مضمديه، فهو كان ويانا، فكان قاعد بالسيارة ويشيل إيده هيجي قدام وجهي أنه هاي فعلتك. ومنو قاعد بالصدر يم السائق اللي كان وياه بالفندق، ذولا هم اذا الاثنين المكلفين اساسا. مكلفين مكلفين باختطافي وجلبي الى طيب العراق. طلعت ان الفندق اداره الفندق ما دخلت، السلطات الكويتيه لا وين؟ ماكو حد، ماكو حد، يعني دنيا ليل دنيا ليل، الفندق جديد مفتوح يعني نزلاء كلش قليلين بيه. السلطات ومشينا الكويتيه شلون طلعوا؟ الى ان رحنا وصلنا الى صفوان، تدري يعني معنى ذلك طلعتوا الفجر من الفندق تقريبا. تقريبا يعني بعد نص الليل بكم ساعة وصلنا إلى صفوان. هالفترة بالغرفة حكوا وياك شيء لو ما حكوا وياك؟ لا 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 ماكو حوار. ماكو، لا لا. بهالأثناء احنا رحنا إلى صفوان، فهم يعني وقفوا بمكان مظلم يعني مو تحت الإضاءة مال مركز صفوان، وراحوا أخذوا بيدهم أوراق مال السيارة رايحين جايين، هم اثنيناتهم، هذا اللي ايده مضمده وذاك الاخ الافندي اللي تبين انه موظف كبير بالسفاره كان انا اذن. فدخلوا دقائق يعني كملت المعامله، رايحين جايين هم دخول وخروج، ورجعوا اتجهنا الى البصره. بالبصره سلموني الى مدير الامن هناك. طيب انت بهالفتره كلها قاعد رافع راسك لو لا؟ اي نعم قاعد اعتياديه؟ ابدا
ما وطوا راسك بالقاع؟ لا لا لا، لكن شنو؟ انه هم بالبداية قالوا لي ترى احنا حاطين بجيبك ديناميت، اي شيء تتحرك ترى انت تنسف. هي في هذه الحالة اذا انت انسف قاعد بالحوض الورق، بالحوض الورقي، وهم هم واحد منا وواحد منا، اثنين واحد حوضين. بالصدر وواحد يمي. هاي عاد من مشينا هم اللي اكمال التمثيلية صرنا بالصحراء، اقتربنا من البصرة، قال لي ماكو داعي بعد شيل الديناميت من جيبه. ايه شالوا في شيء من جيبي، مدري ديناميت ولا مو ديناميت. انت اثار المخدر راحت هي صارت اعتيادي. ايه وعرفت انت خلص مخطوف اي معلوم، مخطوف ومنتهي، انا ومنتهي عارف انه انا رايح للقتل، للموت رايح للقتل او للاعدام. فاستلمني مدير الامن بالبصرة. هناك بالبصرة، هم راحوا انصرفوا، وكلها بموجب اوراق تسليم وتسلم، كأني بضاعة يعني. زين، واخذوني في تلك الساعة الى بغداد رأسا الى قصر النهاية. يعني وصلنا الفجر. ما بثت البصرة. نعم، لا لا لا، رأسا سيارة اخرى من سيارات الامن بها طبعا واحد ايضا مظللة معه، العادية يعني. اعتيادية، سيارات اعتيادية كلها يستعملوها كان. وسلموني ايضا بموجب ورقة مال تسليم وتسلم في قصر النهاية، وذبوني بمكان بمجموعة كان اكو هم حاطين عدد من السياسيين ومن الشيوعيين ومن لمن عرفت؟ وذبون. نعم، لمن عرفت منهم؟ انا عرفت منهم يعني بالضبط ما اتذكر، بس لانه تدري هاي مر تقريبا 40 سنة. نصف قرن عن، بس يعني معروفين يعني اكو اساسه. بعدين عرفنا اكو يعني مو اثناء وجودنا في قصر النهايه شفنا مثلا عبد الرحمن البزاز كيف كان معذب ويطلع ومشدود على بوابه ووجهه الى الباب، وبين مده ومده يجي واحد مثلا يضربه بجمع على، يعني هذا عبد الرحمن البزاز شفناه بعيننا. ها قدامك عبد الرحمن، اي نعم، وكان يعذب بقسوة. اكيد اكيد يعني تقدر تعذب. توصف لي الغرفة اللي بيها انت؟ هي هاي كانت اللي اني ذبوني بيها بالبداية، غرفة كبيرة بيها عشرات، تالي بعدين حطوني بغرفة انفرادية وحدي. كلهم سياسيين ذولا؟ هي يعني بضمنهم كان مثلا عبد العزيز العقيلي، عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع وكان صديقهم، وهذا بالنتيجة احنا المحاكمة معا انا وياه، واثنيننا انحكمنا بالاعدام بنفس اللحظة، في نفس اللحظة في نفس الحكم حالكم محكمة الثورة. في محكمة الثورة. هذا وتوت، كان واحد اسمه وتوت، يعني من أسوأ المحاكم وأسوأ الحكام، هي كلها مسائل صورية ومملات عليهم، أنا بالتفصيل كاتبها في كتابي يعني، كل شاردة واردة حول هذا الموضوع.